استمرارا لنهج التطوير الذي تتبعه وزارة الداخلية بهدف توفير رعاية صحية واجتماعية ومعيشية وتأهيلية ملائمة لنزلاء السجون، تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة التي تسعى الوزارة من خلال تطبيقها لإصلاح وتأهيل النزلاء ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. فقد أنشأ قطاع السجون مستشفى حديثا متكاملا داخل منطقة سجون المنيا الجديدة، والذي يأتي في إطار المنظومة الصحية والعلاجية المطورة التي يتم إنشاؤها داخل كافة السجون للارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة لنزلائها. المستشفى مجهز بأحدث التقنيات العلاجية ويضم كافة التخصصات الطبية التي توفر رعاية صحية لائقة لكافة النزلاء، كما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة. ويشمل المستشفى غرفة عمليات ذات تجهيزات تقنية عالية وملحق بها غرفة للإفاقة. عندنا هنا غرفتين عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة كل الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، وعندنا هنا رعاية مركزة تشمل رعاية قلب، رعاية مركزة عامة. حسيت بتعب في جنب الشمال فطلبت أروح المستشفى، فرحت المستشفى قالوا لي أنت عايز إشعة، فعملت إشعة قالوا لي أنت عندك حصى على جنبك في جنبك الشمال، فقالوا لي نبقى معاك في الرعاية والعلاج لحد ما الحصى دي تنزل، وأي حد بيتعب من زمايلنا مفيش حد بيسوق بيروح لك على طول. كما تضم معملا للتحاليل به أحدث أجهزة التحاليل الطبية، ويوفر للنزيل كافة التحاليل المطلوبة بخاصة تلك التي يحتاجها قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية. النزيل هنا ما بيحتاجش أي تحليل إلا ما بيلاقيه هنا، سواء كان النزيل ده بيتعرض على عيادات الخارجية بكافة تخصصاتها بيلاقي التحاليل اللي بتطلب هنا، وكذلك النزيل اللي محتاج عمليات جراحية بكافة أنواع العمليات الجراحية بيلاقي كل التحاليل المطلوبة. ويمثل هذا المستشفى نموذجا من نماذج كثيرة لمستشفيات موجودة بالسجون على مستوى الجمهورية، تحرص وزارة الداخلية على تطويرها باستمرار لتوفير رعاية طبية مناسبة للنزلاء وبما يتلائم مع قيم حقوق الإنسان. الرعاية التي تقدمها الوزارة لنزلاء السجون تمتد إلى أسرهم والمفرج عنهم من خلال الدعم الذي تقدمه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لتنأى بهم عن طريق الجريمة. في هذا الإطار نظمت الإدارة وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية احتفالية لتسليمهم مساعدات عينية، إضافة إلى ماكينات خياطة كنوال مشروع صغير يدر دخلا ثابتا عليهم. ويتم توفير تلك المساعدات بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية وبعض البنوك، وفي إطار الدعم المتواصل والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر المسجونين والمفرج عنهم. خرجت من السجن والرعاية اللاحقة ما سابتنيش، وقدمت على تلاجة وقدمت على أجهزة كهربائية كتير. اتصلوا بي النهاردة وقالوا لي تعالي خد الغسالة. ونشكر سعادة الرئيس وربنا يخليه لمصر كلها وربنا يخليه لينا. وتأتي المتابعة المستمرة من الوزارة للمفرج عنهم وأسر المسجونين لتلبية متطلباتهم وتوفير مصادر رزق مشروعة لهم حتى لا يعودوا لمسلك الجريمة، وهذا هو جوهر السياسة العقابية، تأهيل وإصلاح.